دون اكتراث للهيب الحديدة الحارق. تواصل المرأة العاملة في هذه المحافظة مهامها في ظل الظروف الصعبة. هذه السيدة هنا ما تزال تصارع الحياة الشاقة تحت حرارة الصيف، مستمرة في صناعة الخبز الطازج على حافة الشارع، تنجز منه ما يحتاج المتسوقون ليعود عليها ولو بالقليل من الربح. الأوضاع الراهنة التي دفعت بالمئات من النساء إلى سوق العمل في واحدة من أكثر المحافظات فقراً زادت من أثر استفحال البطالة كنوع من تأثير التحولات الاجتماعية التي تسببت بها الحرب، كما قلصت من مظاهر التكافل الاجتماعي لتختفي معها بعض المشاريع وتغيب الفرص إلا البسيطة منها. هذه أنواع معهودة من أعمال النساء كالخياطة وتطريز الملابس إلى صناعة وترويج المكانس اليدوية البسيطة بما في ذلك أدوات التبضع والسلال التي تصنع من النخيل، بالإضافة إلى تشكيل عقود الفل في كفاح مستمر مع الحياة. كل هذه الأعمال تحاول الاستمرار في غياب مشاريع ولو بسيطة أمام النساء لتشكل لهن مصدر رزق وازدهار، وتساعد بعضهن على تجاوز صعوبات الحياة. وعلى الرغم من انتشار الفقر والطلاق والأمية، إلا أن المرأة في هذه المدينة تكسر حواجز عديدة من أجل تحمل المسؤولية تجاه عائلتها ومجتمعها بالبحث عن الربح لتوفير اللقمة الكريمة.